برأيك أي تاريخ ميلاد سيجعل ابنك ملياردير؟ أنا مو عرافة وأكيد ما بأنجم. في يوم في السنة إذا ولدت فيه فأمك دعيت لك، راح يقودك للثروة والغنى. 30 نوفمبر نقدر نسميه يوم الملياردير العالمي. هناك 500 ملياردير حول العالم، 19 منهم بيتشاركوا إنهم ولدوا في هذا التاريخ نهاية الشهر اللي الكل بيعتبرها أيام تشاؤم. على رأسهم دونالد نيوهاوس مالك شركة أدفانس بابليكيشن، المولود في 30 نوفمبر بثروة فاقت 15 مليار دولار. لحظة، لا تفقد الأمل، وممكن لطفلك المستقبلي أن يكون محظوظ في حال ولد أيضاً بشهر أكتوبر. بحسب موقع كوبون فولو، ف45 شخص من أصل 500 ملياردير ولدوا في هذا الشهر. وإنتم شاركونا بالتعليقات ما هو تاريخ ميلادكم وكيف وضعكم المالي؟